السلام عليكم، أهلين فيكم في فيديو جديد والمنتظر. والأشخاص كثير يسألوني متى بينزل الآيباد، شو الميزات اللي بتكون في الآيباد. فراح نتكلم معاكم الحين عن الآيباد الجديد اللي بينزل، آيباد برو 2020، شو الميزات اللي بتنزل فيه اللي إلى الآن نعرفها، وش الأشياء اللي نتمنى تنزل فيه. فخلونا نبدأ. كبداية نتكلم عن الديزاين أو شكل الآيباد. شكل الآيباد إلى الآن ممتاز، ما حد ينكر انه من اجمل الاشكال. يعني احنا لسنتين من نزل الايباد والى الان شكله ممتاز، ما اتوقع راح تغير الديزاين الخارجي، مش الماتيريال او صناعه الجهاز، حتى البازل او الحواف اللي في الايباد ممتازه. ما اتمنى ابل برضو تغلل منها، خصوصا صار الايباد اصغر من 12.9 اللي عندي، مثلا الايباد 11 الحواف اللي موجوده حلوه حق مسكه الجهاز، يعني اوكي حلوه انك هنا ما في تاتش وما في شيء، فانك تمسك الجهاز زي كذا حلوه. راح نتكلم عن الميزات ونرجع معاكم بعدين عن برضو الكيبورد وايش الاشياء اللي نتوقع فيها. كبدايه لو بنتكلم عن الشاشه، الشاشه ممتازه، لكن اكثر الناس يتكلمون يبون ابل تحط الاوليد، شاشه سامسونج المعروفه الاوليد اللي موجوده الحين في ال11. طبعا بعض الاشخاص يبون الاوليد بدون اي سبب، بس نبي الاوليد عشان انه يدرون ان الاوليد افضل، لكن كتغنية الأولد مش أفضل من LCD. أول شيء LCD أرخص، نفس الموجود في الآيباد برو حين، برضو LCD فيها ميزات. أوكي الأولد وصلنا لها حين إن تقدر تحطها في الميزات هناك، لكن ستيل في ميزات أفضل في LCD، في ميزات برضو ممتازة في الأولد. كبداية السطوع في LCD أفضل من الأولد. الأولد الميزة اللي موجودة فيه إن اللون الأسود يكون داكن كثير، فالبيكسل برضو يكون طافي في اللون الأسود، فهذه الميزة تقريبا الوحيدة اللي موجودة في الولد. الريزولوشن ما له شغل، وضوح الشاشة ما له شغل، فهذا الشيء الوحيد. فأبل عندها ميزة حين بتنزلها اسمها ميني ليد، مش LCD ولا OLED مالت سامسونج، لا ميني ليد. فالميزة هذه الميني ليد راح تكون في الوسط، تأخذ بعض ميزات اللي موجودة في LCD وتأخذ ميزات موجودة في OLED. فالميزات هي اللايت أو الإضاءة بتكون أصغر، فالإضاءة تكون أفضل، البلاك راح يكون لونه أسود حلو يعني أسود داكن، فهذه الميزة اللي موجودة في الأولد. فما بأورجانيك LED ما بالهي أولد، لكن ميزة جديدة أبل بتحطها. طبعا إذا نزلوها في الآيباد راح ينزلونها برضه في الماك، طلعت شائعة كثيرة في الماك بوك برو راح ينزل فيه، ينزل في الآي ماك برضه نفس الميني ليد. أبل قاعدة تختبر التقنية دي وراح تنزل هذه. فهذه الميزة الشاشة إن شاء الله ينزل فيها. لو نتكلم عن الكاميرا برضه، الكاميرا اللي بتنزل في الآيباد الجديد كاميرا واحدة الحين في الآيباد اللي موجودة الحين عندنا اللي هي كاميرا الآيفون 7. فالآيباد اللي نازل هذا نازل في سنة الآيفون 7، حطوا الكاميرا نفسها. فإذا نزل الحين الآيباد الجديد راح ياخذ كاميرا الآيفون 11، تكون كاميرتين اللي هي الألترا وايد والوايد العادية، أو ياخذ كاميرات الآيفون 11 برو. بما أن آيباد برو يمكن ياخذ كاميرا الآيفون 11 برو، ثلاث كاميرات. أنا بالنسبة لي 2X يمكن أوكي حلوة، الوايد انجل حلوه في الايفون 11 برو لكن الوضوح ما بعجبني. فبالنسبه لي عادي يحطون كاميرتين، كاميرا 2X مثلا والكاميرا العاديه الوايد. الالترا وايد كميزه حلوه لكن اللي موجوده في هنا فالاضاءه منخفضه ما بعجبتني. الكاميرا الاماميه الحلو فيها انه بيحطون مثلا 12 ميجا بكسل نفس اللي في الايفون 11 او 11 برو، ما عندهم الخيار انه يحطون هذه، فبتكون 4K تصور كاميرا اماميه و 60 فريم في الثانية، فممتاز أحسن من الكاميرا اللي موجودة 7 تقريبا، تتصور تقريبا 720. فاللي يبي يختبر كاميرات الآيفون أو الآيباد اللي موجودة الحين، هي نفسها نفس كاميرات الآيفون 7 الأمامية والخلفية وكل شيء نفس كاميرا الآيفون 7. طيب نروح لكم الحين نتكلم عن المعالج. المعالج اللي موجود هنا مش نفس الآيفون 10S، الآيفون 10S عليه الـ A12 لكن هنا A12X أقوى بكثير من معالج الآيفون 10S أو 10S Max أو 10R. فكمعالج هنا 8 نواة في الآيفون، سداسي النواة، كارت رسوميات، طبعا ما في كارت رسوميات لكن معالجة الرسوميات تكون أفضل بكثير من الآيفونات، شيء طبيعي لأن الـ A12X أفضل بكثير. فأتوقع أنه تخيل أنه ينزل فيه A13X، الـ A13 موجود في الـ 11 11 برو 11 برو ماكس، فـ A13X راح ياخذ ميزات المعالج في الآيفون 11 وال11 برو بالـ A13 لكن بيكون أفضل بعد زيادة يعني في معالج الرسوميات. فأوردي هو معالج الرسوميات أصلاً الـ A12X اللي موجود في الآيباد الحين أفضل بكثير من الـ A11 في الآيفون،
فتخيل قدام ايش بيصير في الاي 13 اكس مثلا اذا نزلوه في الايباد. فهذا كل شيء. لما نتكلم كهاردوير، الايباد نزل سنة راحت قبل ما ينزلون الايباد او اس. ف اوكي نزل الجهاز الايباد باليو اس بي سي قبل ما ينزل الايباد او اس، ويعطيني ميزات اليو اس بي سي بالمدخل الفلاش وكل شيء. فالآن موجود عند الايباد او اس بالميزات مدخل الفلاش، ميزات تراك باد، ميزات اللي نزلتها قبل كلها هي موجودة. فالايباد اللي بينزل الحين راح يكون دعمه قوي لحق الايباد او اس اللي موجود الحين. فالايباد او اس يعطينا ميزات، لكن الايباد اللي مصنوع الحين مصنوع قبل ما تعلن ابل عن ذي الميزات. فنشوف الحين بعد ما اعلنت ابل عن الميزات في السوفت وير هذا ايش بيصير في الهاردوير كجهاز جديد. لو نتكلم الحين كهاردوير، بما دخلنا بالهاردوير، عن الكيبورد، الكيبورد اللي هنا موجود كويس، لكن بما ان ابل الحين اعلنت عن الايباد او اس ودعمت التراك باد، فتخيل ان الكيبورد اللي موجود هنا إشعاد إنه راح يغيرونه برضو، يخلونه مثلاً فيزيكال أو ميزات الضغط راح يكون فيه نفس الكيبوردات العادية. أنا بالنسبة لي أفضل هذا، لكن إذا نزلت ذاك يعني ما حد راح يقول لا. فتخيل الحين يكون الكيبورد عندك بالضبط نفس هذا الكيبورد، يعني ميزة الضغط وفي تراك باد، فكيبورد نفس هذا الكيبورد، ضغط هنا وتراك باد هنا، حركة حلوة. اللي أتمنى أنا من أبل إنه الأنجل أو زوايا الكيبورد، مثلا ما عندك الا زاويتين هنا بالكيبورد، هذه الزاويه هذه الزاويه، احس انه لازم يحطون حركه ان فيها يكون مرونه اكثر، تعطيني زوايا اكثر. فمثل ما نشوف مايكروسوفت هنا، نشوف الزوايا لو انك تفتح الكيبورد او تفتح الجهاز وتحطه على الطاوله مثلا، عندك زوايا كثيره تقدر توقف الجهاز بكيفك انت، يعني تقدر تحط الزاويه دي، الزاويه هذه، الزاويه هذه بكيفك انت. فاتمنى ابل انها تسوي حركه بالكيبورد الجديد انك تعطيني زوايا اكثر. طيب كنهايه، هذه الميزات كلها نتوقع في الايباد. الا اتمنى انا الايباد باليو اس بي سي يحطون يو اس بي سي ثاني هنا، ما اتوقع ان ابل تحطها، لكن اتمنى ابل تسوي الحركه عشان ما تحكرن مثلا الشحن انا عندي هنا ما فره عشان اركبه هنا، يكون عندي جهتين واقدر احط فلاش مثلا. فهذا الشيء اللي اتمناه. اتمنى برضو الكاميرا، الكاميرا هنا، لكن بوضع الايباد بالشكل اتمنى تكون الكاميرا هنا، لان اكثر وقت نستخدم الايباد بالكيبورد نفسه، فالكاميرا هنا تكون افضل بكثير. بيحسنون الكاميرا مثل ما قلت لكم 12 ميجا بكسل وكل هالاشياء. طبعا اذا عندك ايباد اللي هو هذا هو 2018، هل يستحق ذي الميزات كلها اللي تونا نتكلمين عنها اذا ما نزلوا شيء ما ندري عنه انك تشتري الايباد الجديد؟ لا، اذا نزل، لان اوريدي الايباد اللي عندك هذا افضل بكثير من قوه المعالج وكل شيء من الايفون، من ال11 وال11 برو وال11 برو ماكس. لكن ككاميرا يعني ما اتوقع احد اصلا يحتاج الكاميرا في الايباد، لكن اذا كنت تحتاج الكاميرا ما عندك خيار انك تشتري. لكن اذا كان عندك ذا الجهاز وتستخدم الالعاب، ما العاب الجهاز هذا مستحمل الالعاب وقادر على الالعاب كلها اللي موجوده ببجي وغير ببجي وهو مرتاح، فالايباد اللي بينزل جديد راح يكون بالراحه يستحمل كل شيء. أشخاص يسألوني مثلاً إن يبون بطارية أفضل، أنا الأشخاص اللي أعرف إن يسألوني أتمنى أبل تحسن البطارية في الأيباد الجديد. أنا عارف إن الشخص هذا ما عنده أصلاً أيباد الحين، إذا جربت الأيباد اللي موجود الحين تعرف إن بطاريته ممتازة جداً، فليش تسأل؟ بس يتمنى إن يحط لنا بيشتري الجهاز فارتاح. يعني الأيباد اللي موجود الحين ممتاز بطاريته، فال A13X اللي نزل هو مبني على ال A13 اللي موجود الحين في الأيفون 11، وهو الأيفون 11 ال A13 اللي موجود فيه وهو في ميزات انه عشان يحسن البطارية. فتخيل ان البطارية اللي موجودة هنا او المعالج اللي هنا يكون في الايباد وبميزات اكثر لحق الالعاب، وفي برضو ميزات انه تحسن على البطارية. لا تتمنى ان يكبرون البطارية، لان قبل ما اتوقع انه راح تكبر البطارية، لكن خيار انك تعدل البطارية، انك تكبر البطارية وبس، هذا ما بحل. الحل انك تحط معالج اقوى او معالج يسوي اوبتمايز او يحسن استخدامك للجهاز. فانك اذا فتحت لعبه مثلا الجهاز يتعب او يسخن بسبب انه ضعف شوي في المعالج، لكن اذا حطيت معالج جديد وتفتح لعبه او تلعب اي شيء تحس ان الجهاز لا متحمل ذا الشيء، فالمعالج ما راح ياخذ معاه قوه من البطاريه. فهذا الحل الثاني اللي بتسوي ابل برضه. اوكي لو نتكلم عن القلم، طلعت اشاعات كثير ان ابل بتحط فيه تاتش هنا وبتحط فيه اشياء هنا، ما دبل كليك موجود. نتمنى قدام نشوف ايش بتسوي في ابل في البنسل الجديد، بنسل 2 ذا، نشوف ابل بنسل 3 اذا نزلوه الحين، ممكن ينزلون نهايه السنه مثلا ما ادري. فهذه كل الميزات. والايباد اللي بينزل الحين بيجون اشخاص اوكي متى بينزل؟ الخطه الحين الموجوده او الاشياء اللي موجوده او الاشاعات اللي موجوده انه راح ينزل في مؤتمر عند ابل في نهايه مارس، لكن
سمعوني. أبل الآن معلنت عن المؤتمر، الشركات اللي أعلنت عن مؤتمراتها كنسلتهم، فيسبوك كنسلت، مايكروسوفت كنسلت، جوجل قبل يومين كنسلت المؤتمر حقها برضو بتخليه أونلاين. فأبل الآن معلنت عن المؤتمر، هل راح تكنسل المؤتمر وما راح يكون في آيباد في مارج، ما راح يكون في آيفون 9 أو SE 2 ما ندري الآن، أو بتخليه مؤتمرها أونلاين أبل ما أدري، أو إن بتنزل آيبادات كذا فجأة بدون أي شيء مع الآيفونات ما ندري الآن. لكن الإشاعات القوية تقولك إن الآيباد راح ينزل في نهاية مارس، خلصنا من ذا الشيء. آيباد ثاني برضو إشاعات إن في آيباد راح ينزل في سبتمبر، فإذا ممكن أبل تسوي الحركة يصير في واحد في مارس واحد في سبتمبر، اللي في سبتمبر راح يكون بميزة الفايف جي، إن ما أتوقع إن أبل تنزل آيباد الحين بميزة الفايف جي والآيفون ما نزلت في سبتمبر بميزة الفايف جي، فيمكن يكون في آيباد ثاني في سبتمبر بميزة الفايف جي، يمكن يحطون في ميزات ثانية، يكون مثلا بعد ما ينزلون الايفون الجديد الايفون 12 بالاي 14 ينزل بالاي 14 اكس على الايباد. ما نعرف الى الان اي ميزة في المعالج الجديد، فننتظر قدام ونشوف. بس هذه هي. فاذا عندك ايباد برو 2018 ما انصحك انك تشتري ايباد اللي بينزل في مارس، ننتظر في سبتمبر ونشوف اذا كان في شيء جديد يمكن تقدر تشتري. لكن اذا عندك ايبادات قديمة وتبي تحدث اوكي ننتظر في مارس شوف، إذا ما نزلوا شيء خلاص اشتر لك الإيباد الموجود الحين، ما راح يكون في أي دافع أنك تنتظر. وإذا تبي تنتظر انتظر السنة الجاية اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها إلين تشوف جهازك خلاص انتهى اللي عندك اشتر. يعني إذا محتاج تشتري اشتر في أي وقت، لكن إذا تقدر تنتظر انتظر إلين وجهازك ينتهي. بس تقريبا هذه كل الميزات وهذه كل الأشياء اللي أقدر أقولها لكم في الإيباد. فأتوقع أني الحين لميت أو أجمعت كل الميزات وكل الأشياء اللي نعرفها حق الإيباد الجديد. ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة، وبرضو حسابي في سناب شات غيرته، هذا الحساب راح يكون هنا، راح أبدأ أصور فيه ما يعتبر فلوقات أو شيء، يعني يومياتي برا يمكن، وأسألكم وأتكلم عن التغنية إذا نزل دي الفيديو، واحد يبي جواب عنده سؤال يبي جواب يكلمني في سناب شات وأقدر أجاوب على سؤاله في فيديو، برضو أفيد الغير اللي ضايفين في سناب شات. فأهم شيء سناب الجديد هذا هو موجود، أعطوني دافع واشتركوا في سناب شات برضو، وأعطوني دافع أني أكمل في سناب شات. ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعاكم، والسلام عليكم.